مساء الخير اعزائي المشاهدين ومتابعي صوت الناس في كل مكان. احنا معانا دلوقتي عمرو الفقير الذي يعلم بسمه هو طه محمد عبد العزيز، الشاب الذي سقط في البئر سهوا اثناء حديثه في الهاتف. كان هذا الحادث منذ 5 أيام الماضية، وما زالت أعمال البحث عنه مستمرة على قدم وساق. جميع القبائل العربية موجودة هناك، هنا موجودين القبائل العربية بمعداتهم بتماسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. هنا القبائل العربية تبحث عن ابنها. هنعرف دلوقتي تفاصيل كاملة في يوم الحادثة مع عم الضحية. اهلا وسهلا بك. اهلا معاك. عرفنا مين هو محمد ضحية؟ والله شخص شاب من الشباب المتميز جدا، كل الناس تعبت، ما بيزعلش حد، كل اللي يعني شافه وتعرف عليه وعاشره يقول ان هو شخص مؤدب وشخص يعني كله طيبه واخلاق يعني. فده يعني حادث قليل، احنا بنتعايش لحظه صعبه جدا في هذا الوقت، كل لحظه بتمر علينا يعني بتبقى ايام وليالي يعتبر، لان احنا قاعدين يعتبر يوم صباح الثلاث واحنا الشغل مستمر زي ما حضراتكم شايفين، كله واقف على اعصابه. فطه ده شخصيه من الشخصيات المحترمه المؤدبه بجد يعني، انا والله مش عشان انا عمه لكن ده الحقيقه. طه محمد عبد العزيز الغرياني ده شخصيه محترمه، ونحتسب عند الله يعني ان هو شهيد، نحتسب عند الله من الناس الطيبين اللي يلقوا الجزاء الاوفى والاحسن عند ربنا سبحانه وتعالى. تماسك وتلاحم القبائل العربيه في حاجه يعني، في حاجه يمكن وردت في الشهور اللي فاتت مع حوادث كثيره مع القبائل العربيه، بنسميها احنا هنا عندنا الفزعه. الفزعه ان انا اهم واجري لقريبي واللي اعرفه واللي ما اعرفوش، يعني مش شرط يكون من القبائل العربيه، لان احنا بنفزع هنا لبعضنا ناس يعني. انا شفت حالات كتير كان فيه تخاصم عائلات وممكن تحصل حريقه في بيت، فالمتخاصمين يروحوا هم اللي يطفوا نفسهم الحرايق، واخد بال حضرتك؟ يعني فيه فزعه، بالمعنى فزعه باحساس بننسى بنجنب كل حاجه، بنجنب كل حاجه عشان الازمه تعدي. يعني ما فيش ناس هنا من عندنا، فيه ناس جت من مطروح وجت من مراكز المنيا ومن كل مكان، من اسيوط ومن محافظات، من مطروح والبحيره لغايه اسوان، ناس متواجده انا ما اعرفهاش يعني. بس يعني اشكرهم واشكر كل اللي ادى معانا وتعب معانا، الناس اللي بتشتغل بالنوادر، يعتبر الاهالي الناس اللي فزعت بنوادرها ومعداتها وحفاراتها وكل امكانياتها، برضه لهم الف شكر، واحنا متشكرين على فزعتكم والوقوف بجوارنا. يمكن الموضوع ده حس يعني خلى الناس ان الشعب برضه المصري شعب متلاحم، الشعب المصري شعب فيه خير، الامه الاسلاميه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم امتي في خير الى يوم القيامه. فده موضوع يعني حدث يحاول الانسان يشوف الوضع الحقيقي، يعني الناس تتجنب المشاكل مع بعضها، ما تكبرش، ما توسعش الامور مع اي في اي مشكله، لان اللي احنا شايفينه ده تلاحم وتحاب وترابط وشيء جميل يعني. يعني هو ظهر ده ربنا سبحانه وتعالى جعله شباب في تجميع الالاف من الناس، لو انت تمر في حجم الناس الموجوده عد الالاف من الناس، وكل يوم بالوضع ده، كل يوم وضع من الصبح بيبقى لغايه ثاني يوم الصبح، وفي ناس بتمشي وبتيجي وبتقدم عليها بكل المقاييس. ده بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلمات الاخيره لطه، الكلمات الاخيره انا يعني بشهود العيان اللي انا اتكلمت معاهم، ان في حد يعني من الناس كان بيقول له قول لا اله الا انت سبحانك انت الظالمين، وهو يكررها ويسمعها، وده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فده موضوع يحسب عند الله عز وجل، كان اخر كلماته ان هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبيذكر موقف سيدنا يونس في بطن الحوت بما علم الله عز وجل سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لا اله الا انت سبحانك انت الظالمين، هي مفرجه الكروب،
هي مفرجه للطيب، وربنا يفرج كربنا وكربه، ربنا يفرج كربنا وكربه. ومش عارف يعني الاحساس اللي احنا حاسينه احساس ما يوصفش، يعني احساس على اعصاب وتحمل. أعزائي المشاهدين والمتابعين، يعني احنا في اللايف بنتكلم اخوتنا الاهل. تفضل اخوكم قداف الاعمام من عمي مصيود، نحن اخواني اخوتي واهل، ويعلم الله الحزن واحد والدعاء واحد، ان شاء الله ربي يبقى كاربه، وربي يبارك في القواس، وربي يبارك في العرب، وربي يبارك في الخط الغربي كله ان شاء الله، وربي ان شاء الله يكون في العون ان شاء الله باذن الله تعالى. اعزائي المتابعين، يا عمر كده بيبقى خالص، ده بيقرب ده بيبقى.
Thank you.